مرحبا بكم معنا مجددا في حلقة أخرى من حلقات سلسلة اليوبيل الذهبي. وجهتنا اليوم مميزة جدا جدا مثل ما تشوفون. نحن متواجدين في إكسبو 2020 دبي. بنلتقي معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب، واللي بتكلمنا شوي عن أهداف الوزارة للخمسين سنة المقبلة، وأيضا بتحدثنا عن الفكرة وراء تصميم جناح الإمارات في إكسبو 2020 دبي. تابعونا. السلام عليكم. السلام أحمد. معاليك كيف الحال؟ تفضلي. فضلك. الله يسلمك. كيف حالك؟ الحمد لله. حالك أحمد؟ بخير. خير الله يسلم. طيب إن شاء الله. الحمد لله. شرفتينا. شرف كبير لنا معاليك أن نلتقي بك في هذا المحفل الجميل اللي هو إكسبو 2020 دبي. شكرا. نحن في محفل عالمي في مكان الحمد لله يضم كثير من دول العالم، أكثر عن 190 دولة. ما شاء الله. وطبعاً الإمارات ترحب بالعالم دائماً. نكمل نأخذ لفة شوية. يلا. قبل ما نروح لوجهتنا الرئيسية. تفضل. لو تكلمينا شوي عن دورك في وزارة الثقافة والشباب. دورنا في وزارة الثقافة والشباب دور كيف إن نعمل على إبراز ثقافة وهوية الإمارات، التركيز على التشريعات التي تساعد على المضي قدماً في مجال الفنون والثقافة، في مجال التنظيم الإعلامي، في مجال تمكين الشباب، وفي مجال الصناعات الثقافية الإبداعية. هذا المستقبل الذي يحدد كيف أن إحنا نتحول من ثقافة إلى استدامة. هل الشباب لهم يعني تأثير معين على الثقافة؟ طبعاً. الدمج هذا برؤية صاحب السمو الشيخ خليفة الله يحفظه وصاحب الله السمو الشيخ محمد بن راشد، وبتشاور مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، ارتأوا أن من المهم أن يكون المحور الشبابي متصل بالثقافة. مغفور للشيخ زايد في بداية تأسيس الاتحاد مع المؤسسون كانت نظرته وحلمه أن يقوم ببناء بلد تعتمد على الاستثمار في العنصر البشري، والاعتماد على العنصر البشري هو الاستثمار فيه، والاستثمار فيه يعني التركيز في تمكين الشباب. معاليك حديثنا شيق جدا، ولكن أفضل نكمله في جناح دولتنا الحبيبة، جناح دولة الإمارات اللي أنا متشوق لرؤيته. وأنا أيضا متشوق أني أراويكم الجناح، وإحنا نتحدث عن الاستثمار في الإنسان، وهذا جوهر قصة جناح الإمارات. جناح دولة الإمارات شيء مهيب. والله هذا جناح الجناح الوطني، جناح الدولة المستضيفة. وربطتي هدفكم أيضا بالاستدامة في وزارة الثقافة والشباب هني أيضا. نعم، فإحنا يوم نتكلم عن استدامة أحمد نتكلم فيها عن العمل، نتكلم فيها عن الثقافة، نتكلم فيها عن المبنى. كيف دائما إحنا نفكر بأهمية الاستدامة في الكثير من خلنا نقول الأعمال اللي يجب أن نفكر فيها، وهذه بعد من ما خلنا نقول البيلرز اللي المغفور للشيخ زايد دائما كان تفكير الله يرحمه الاستدامة. في أشوف مثل ديزاينات وشاشات جميلة جدا ويعني مثيرة. نعم، هذه نسميها منطقة دريمرز هود، ومنطقة الحالمون الذين يفعلون. ما شاء الله. والحالم الأول مغفور للشيخ زايد. أين؟ حلم في الصحراء، واليوم احنا عندنا حالمون سواء إماراتيين أو مقيمين في دولة الإمارات عندهم قصص، مبادرات تخص البيئة أو التكنولوجيا أو الثقافة أو الفن أو الصقارة أو التعليم، واللي تشوفه أن نبغى كل قصة نبرزها في ورود الصحراء، وبعدين تأكدنا أن أيضا تكون بين شجر صحراوي، لأن الرمل والشجر الصحراوي هو جزء من هوية الإمارات وجزء أيضاً من قصة الإمارات. صحيح. المتطوعين اللي عندنا في الجناح يمثلون أيضاً جنسيات من دولة الإمارات وجنسيات من انترناشنال، من دول أخرى، سواء من كوريا، سواء من الصين، سواء من أوروبا، فهناك كثير من الجنسيات التي أيضاً متواجدة هنا في جناح الإمارات. يعني بعد المتطوعين الموجودين يتكلمون عن الدايفرسيتي. نعم. موجودة عندنا. نعم. في الناشناليتيز. نعم. في الناشناليتيز الموجودة. نعم. في الدولة. نعم، تأكدنا أن يكون هناك طبعا حضور
وطني وحضور ايضا من الجنسيات اللي تعتبر ذات امارات بيتها. مغفور للشيخ زايد يوم مع بدايه تاسيس الاتحاد تشوف صوره مع المواطن مع الخبير من دول اخرى، ولكن ما اعتبر الخبير شخص اجنبي، اعتبر الخبير شخص يشارك في بناء دوله. وهذه خلنا نقول مثل ما قلت لك توني اخويا احمد، ما هي الاساسيات؟ ليش في تسامح؟ ليش في تعايش؟ يوم الواحد يكبر يشوف القادة يجتمعون بمواطنين بخبراء، يخلون الخبراء يحسون أن الإمارات هي بلدهم، لأن المسؤولية مشتركة. صحيح. البناء مشترك. فأقل شيء الواحد يقدر يسويه أنه يحسس اللي يختار دولة الإمارات أنها تكون بيته أنه أيضا يحترم هالشيء ويقدره، جزء من هالدار، ويكون جزء من هذا هاي الدار مهما كان اختلاف العرق او الدين او الجنسيه. هل هذه جزء من 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 اهدافكم في شق الثقافه في الوزاره؟ اكيد اكيد. الكثير من المبادرات او المشاركات اللي تشارك فيها الوزاره سواء قطاع الثقافه او الشباب هي مبادرات تركز احمد على ايضا فتح الباب ليس فقط المواطنين من دولة الإمارات. معليش تكلمينا شوية عن الفكرة وراء تصميم الجناح هذا الجميل. ما هذا التصميم مستوحي من خلنا نقول أجنحة الصقر، فخارج المبنى تشوف الأجنحة 28 جناح تتحرك هذه الأجنحة بلوائح خلنا نقول شمسية تساعد أيضا على الاستدامة. الجناح مكون من 3 طوابق يبدأ برحلة، رحلة الصحراء ورحلة البحر ورحلة الوحدة ورحلة البناء ورحلة المجتمع الذي يشكل النسيج المتلاحم المتناسق في دولة الإمارات. هنا أيضا نشوف الدانة أو التي هي في وسط الجناح التي فيها قصة بنت صغيرة، شخصية اسمها عوشة، وهي تمثل قصة دولة الإمارات ب3 أجيال. قبة الجناح شعار إكسبو، وهذا ما يجعله أيضا مميز. تأكدنا أن هناك دائما اتصال ببيئة دولة الإمارات، بأشجار الغاف التي ترونها هنا، بأشجار أيضا المحيطة بالجناح عند دخول الجناح. اعتناء بالثقافة وربط ذلك مع الجيل الصاعد. دائما مهم عندنا عندما تكون عندنا مبادرات أو تكون عندنا مشاريع في الوزارة كيف أن ندمج الشباب في التفكير وفي الحوار، سواء في الحلقات الشبابية التي نقوم بها مع معالي شم المزروعي، في نقاش المواضيع التي نتحدث عنها، في جعل المواضيع مواضيع مرنة ومواضيع تواكب التطور. معليك الجناح تعطينا معلومة قصة عنه بسيطة يمكن ما سمعناها قبل، ما شاء الله أنت سويت مقابلات كثيرة عن الجناح، لكن نبقى قصة خاصة لسلسلة اليوبيل الذهبي ما حد سمعها قبل. أتشرف أني أشارككم بقصة مع سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد. عندما زار الجناح قالنا قصة، قصة كيف أن المستكشف البريطاني ويلفريد تشجر اللي سمي أو كني ببارك باللندن كان دائما يتحدث عن، طبعا متخرج من جامعة عريقة أوكسفورد وما إلى ذلك، وكيف أنه كان يقضي وقتا مع أهل المنطقة في صحراء أبوظبي، وكانوا في جلسة وكان الأكل قليل جدا، وكان هناك غرباء أيضا يأكلون، وانتبه مبارك باللندن أن عندما جاء الغريب ليأكل الجماعة اللي كانوا معاه عطوه من أكله وما تكلموا، وقال مبارك باللندن أنا اكتشفت أني بسبب هذا الموقف ومواقف كثيرة شهادة الأوكسفورد لا تعادل الشهادة الأخلاقية التي رأيتها في هذه المنطقة. سبحان الله، قالها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الله يحفظه.
قالها كلمة عيال زايد هذه إن لا تأخذونها بعبارة خفيفة، هذه مسؤولية كبيرة، نحن على عاتقنا نحن عشان نبرز للعالم من هم وكيف هم عيال زايد. صح، دولتي إمارات وصلت إلى المريخ، دولتي إمارات تحتضن العالم في هذا الحدث العالمي، بس إذا ما كان هناك البساطة الإماراتية والكرم والاحترام ما بتشوف خلنا نقول المضمون الثري للإنجازات اللي نعيش فيها، لأن المضمون الثري يتركز على هذه الأخلاقيات. الخبرة اللي تعلمتها، الكلام اللي سمعته منك، وكل هالأمور هذه تنقل لمشاهدينا بالشكل اللي خلاني أنا يعني أطلع من هني أو أبى أطلع من هني وأنا مستانس وأنا متعلم أشياء جديدة. بس لك أخوي أحمد، إحنا كلنا نتعلم، أنا تعلمت منك وأنت تعلمت من هذا اللقاء. اليوبيل الذهبي نشهده أحمد، ونشهد إكسبو، ونشهد الكثير من الإنجازات. يجب أن نستوقف هذا كله وأن نتذكر بنا زايد المؤسسين كيف بيكون شعورهم يوم بيشوفون اللي وصلنا له 50 سنة، وكيف إحنا إن شاء الله ولا عيالنا ولا اللي بيون عقبنا بيكونوا إن شاء الله مستعدين لعقب 50 سنة. أهداف وزارة الثقافة والشباب للـ50 سنة القادمة ما هي؟ التركيز على أهدافنا التي تتمثل في دعم قطاع الثقافة والصناعة الثقافية والإبداعية، في تمكين الشباب، في التركيز على الهوية الوطنية والتي اللغة العربية هي جزء لا يتجزأ منها. هذه السنة أو الشهر القادم سيكون هناك الكثير من الفعاليات التي تستضيفها وزارة الثقافة والشباب، سواء المؤتمر العالمي للصناعات الثقافية والإبداعية، أيضاً مهرجان البردة الذي يتغنى بالثقافة الإسلامية، وقمة اللغة العربية. هناك جناح شباب في إكسبو يجمع الشباب، يسمع قصصهم. هناك عمل فريق وزارة الثقافة والشباب الذي دائماً تركيزه الأوحد هو النهوض بهذا القطاع، وأتمنى أن نتوفق فيه إن شاء الله. الله يوفق الجميع إن شاء الله. أنا بس أستنى الوقت اللي بنعرض فيه الحلقة إن شاء الله. إن شاء الله. شكراً أخي أحمد. شكراً شكراً. حلقة مثيرة وشيقة ومميزة بحد ذاتها، خاصة في المكان اللي نحن فيه حالياً. حلقتنا ما انتهت، السلسلة ما زالت مستمرة. تابعونا.